وحشتني قوي يا كامل، كنت فين المده دي كلها؟ مطرح ما كنت بقى. الله، ايه النغمه الجديده دي يا كامل؟ نغمه ايه؟ حد قال لك اني مغنواتي؟ في ايه يا كامل؟ مالك يا حبيبي؟ مفيش، انا كنت عايزك في موضوع كده. ده انا اللي كنت عايزاك في حكايه كده. حكايه ايه؟ طب مش لما تغير هدومك الاول؟ لا مش هغير. طب مش تتغدى؟ مش هتغدى، انا هتغدى في البيت التاني. اه ايه يا قاضي؟ انت ناسي اني متجوز؟ لا طبعا فاكرة، بس يا ريتك انت كمان تفتكر ان البيت ده له حقوق زي التاني بالظبط. وانت ناقصك ايه؟ وجودك جنبي، وخصوصا وانا في الحالة دي. مالك؟ ما انت كويسة. انا حامل يا كامل. كلمي جد؟ هي الحاجات دي فيها هزار، انا لسه جاي من عند الدكتور. يعني انا هبقى اب بجد حبيبتي يا ليلى. كيف انا محضرتك الغدا؟ غدا ايه؟ انا مش عايز غدا، انتي تقعدي تستريحي خالص، وانا بنفسي هنزل اجيب الاكل. أسخن الأكل يا ستي. شيل يا بلا، ظهر إنه هيتغدى بره. يا ستي ده قال إنه جاي يتغدى معاكي. كذاب كذاب، ما قدرش يستغنى عنها، فاكرها هتجيب له الولد. أنا مش قادرة أفهم، أنت ليه ما قلتلوش إنك حامل لحد دلوقتي؟ مستنية إيه؟ عايز أعرف يا دانا، عايزني ولا عايز الولد؟ آه مالك يا دنايا؟ مش عارفة، تعب بسيط كده. أطلب البيت في المكتب؟ لا لا، أطلبي للدكتور. حاضر. إيه؟ في إيه يا عبدو؟ طلبتني 100 مرة ليه؟ عايز إيه؟ الدنيا اتقلبت خلاص؟ أصل ست دولة. مالها ست دولة؟ عيانة برضو؟ دكتور سامي؟ إيه يا دكتور؟ دولة مالها؟ في حاجة؟ حصل لها حاجة؟ الله، أنت كده قلقتني. لسه بدري قلقان. قلق؟ هو في إيه؟ مش عارف في إيه؟ لا مش عارف في إيه. مراتك بتتدلع يا سيدي، ومن حقها طبعًا، زي أي ست حامل. حامل؟ إذا عزتوني أنا في المستشفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. دولة حامل؟ ربنا انت حلق بالسلامه يا بيه. من امتى؟ من يوم ما سافرت لك اسكندريه وكنت عايزه تفرحك. معقوله؟ طب ما قالتليش ليه؟ ما قلتليش ليه؟ ما حدش منكم قال لي ليه؟